هي كلمات كثير صغيرة بس بالنسبة لي معناها كبير كثير. احنا بدو نعيش في الريف مبسوطين بالشهامة والكرامة الطيب، فينا اللي من ينزل حقده مع أوراق الخريف، وفينا اللي من يدل نفسه لحد حتى لو ما عنده رغيف، وفينا اللي دلع خاطره لكن ظل ضريب، وفينا اللي يتزوج البنت عصيط أبوها الشريف، بدو وفتخر واللي مو عاجبه اللي ينتهر ويكتب على قبره وفاء من قبره. خليك عشان اسمع التعليق. ما خلص عبر. لكنك لو بعد عبر وانت الكلمة. والاستاذ رائعة جدا رائعة. انا تركت المجال لانه هذا مجال. عند الطخ هذا مجال. رمضان الشعر المرضي. تميز إذا كنت القوة بكل إحداث. آه، ممنوع تبدأ بحب وتهجم قوة فهي صارت القصيدة شهرة. فما شاء الله عندك جدا رائع يعني مش مجاملة يعني. والآن مع الفارس الصغير حبيب الرحمن القطماني. عارف بالقصيدة؟ اشتكي للقطماني. قصيدة بعنوان رمض بكر. ليس شوي هدوء هدوء يا جماعة. ومدركني بالشرصلينة تجلقلة عفص الله بالفيلتوز العقصلي ومنحشرة بالحشرمينة تحشرجة شرع فتاة فخرق الخزعبلي والكنكذوب الهيكذوب تهيعها براوكة للقعلبوط القعطبي تدفق في البطحاء بعد طبقلي وكعكع في البيداء غير مزاكلي وصار بأركان العقيش مقرصا وهام بكل القارطات بشركلي يقول وما بال المحاط قطما واسعى دوان بيضاء وانكلي. ما بعرفش انت غريب ولا حكيم. ذكرني في قصيدة صوت صفير البلبل. طبعاً هو كاتبها بناء عليه على فكرة ولم يكن قبل مشبوطة مثله. آه مش كاتبها هو يحفظ وتمنى منكم نصحة الفا يعني ياسين أنا أول مرة ياسين يعني كلمات مش له ممكن يقرأ صوت صفير البلبل. آه هاي بذكر ممكن يقرأ ما هو الطريقة لا بس سين طريقة هاي بوزن إلها أكيد أكيد طبعاً صوت صفير البلبل الكل بيعرف شو سببها صحيح. ياسين هذه قصتها انه كان الشعراء كان سلطان من السلاطين اعطى ابو جعفر المنصور كان يعطي جائزه للقصيده التي لم تقال ابدا يعني تكون جديده الشاعر اللي بيجيب قصيده جديده كان يعطيه جائزه او يعطيه منها فهو كان يحفظ القصيده من اول مره الجارية تاعته كانت تحفظ القصيدة من ثاني مرة والغلام تبعه كان يحفظ القصيدة من ثالث مرة فهلا الواحد يعني الشاعر يروح على البيت يقعد تقريبا طول الليل وهو يألف في القصيدة ويظبط في القصيدة يجي عند السلطان يطلع يقول لازم هاي قصيدة أنا شاعر سامعها وها أنا بقرأ لك إياها وحتى الغلام عندي حاجة تقرأها يقرأها والجارية عندي تقرأها احتاروا صاروا روحوا طبعا الشعراء بعد ما هذا اجتمع اجى عليهم مين؟ الاصمعي طبعا شوفوا خير ان شاء الله ما كنتوا نابسين قالوا يا ابن الحلال احنا بنقعد طول الليل ما احنا نالف في القصيده لبنات افكارنا بنروح عند السلطان منك ثلاثه حاضرين قصيده هز راسه كلام طيب هلا شو راح هو راح كتب القصيده هاي صوت الصفير البلبلي على عمود بن مرمر لانه كان السلطان يعني حاكي بانه القصيده اللي بتيجي جديده انا راح اعطيه وزنها ذهب فما كتبها على ورقه كتبها على عمود من مرمر حطه على الباب بتاعته وخلاه برا دخل قال له هل قصيدتك يعني قصيده جديده ولا زي جماعتك؟ قال له والله بنشوف طبعا لما بلش كان صوت صفير البلبلي هيج قلبي الزمني سهل كان لما دخل فيها انا مش حافظها يمكن مو حافظها سبلقيها لما
دخل جوا فقال لا فكم فلا فكم فكم فحول لي والود الى اخره. اجل انا ما سمعتها يا غلام. سمعت القصيده؟ كان لا والله انا اول مره اسمع فيها. يا جاري اول مره بسمع فيها. اعطوه وزن جابه ما كتبت عليه ذهب. راح جابوا العمود. كان العمود هذا بفرق رزق خزينه الدوله. اعطاني فيه النصيب وراح يعني علمه كيف انه يضحك على الشعراء. هو اشتغل عليه. اعطاه درس له ولغيره. اقرا حبيبي. تفضل. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمي. الماء والزهر مع زهر لحظ المقل. وانت يا سيدني وسيدي ومولاي فكم تيملي غزيل عقيقلي. قطفته من وجنة من لحم ورد الخجل فقال لا 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 وقد غدا مهرولي. والغود ماله طربا من فعل هذا الرجل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بآنافي. أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي. فولول وولول ولي ولي يا ويل لي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجب النقل. والعود دندن دنا لي والطبل قد طاب لي. طب 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 لي. والسقف سقسق 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 لي. شوى شوى وشاهش على ورق صفرجلي. يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي. والناس في السوق ترجم جملي بالقلقللي. مشيت هاربا من خشية العقلقلي إلى لقاء ملك مبجلي. يمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي. أجر فيها ماشيا مبغتدا للذيللي. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي. نظرت قطعا زغرفت يعجز عنها الأدب لي. أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. يعني شوفوا في بدايتها سهلة جدا. قال لك سهلة بس لما دخل في ما قدرش يستوعب قديش فيها لام قديش فيها كذا قديش فيها كذا. خسر. إذا العلي ولا بني أقول أن الأصمع يبقى متحلقة من شخص ما. ولكن أغلب الأدباء الكبار رجحوا أنها من الصمت.